كل الفيديوهات دي فيها حاجة مشتركة، أصحاب الفيديوهات دي. دكتور ياسين. شروق إزيك؟ الحمد لله كويسة. إزاي الولاد وأنجل صلاح؟ الحمد لله كلنا بخير. إيه مالك يا شروق في إيه؟ أنا لسه كنت هحاول أوصل لك، ومتأكدة إن أنت جيت تشوف دكتور سعد لنفس السبب. أنا شفت اللايف بتاعك وشفت الفيديوهات اللي أنت نزلتها عن الحالات. بصراحة أنا قلقانة جدا. قلقانة من إيه؟ علشان الأعراض مشابهة جدا لأعراض الفيروس الافتراضي اللي الشركة هنا بتعمل عنه أبحاث. صحيح إحنا كتير بنعمل أبحاث لفرضيات ما بتتحققش في الواقع، بس اللي عرفته إن من فترة مصانع الشركة جات لها أوردرات من بره علشان يصنعوا لقاح للفيروس. هيعملوا لقاح لفيروس مش موجود؟ واللي عرفته كمان إن هو بيتصدر على بره أول بأول. آخر كمية طلعت من هنا من يومين اتنين، وفي غيرنا 8 فروع في العالم بينتجوه. بينتجوه إزاي؟ أنت متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ دكتور ياسين اتفضل. مش عيب لما دكتور كبير زيك وشوية فيديوهات على السوشيال ميديا تعمل فيه كده؟ هي يا فندم الفيديوهات اللي بتتكلم عنها دي فيديوهات مرعبة، حالات غريبة ومتشابهة بتظهر في حتت مختلفة في العالم في نفس الوقت، وفي حالات منها ظهرت عندنا هنا في مصر وأعراضها متشابهة جداً مع أعراض الفيروس الافتراضي اللي تمت عليه أبحاث هنا في الشركة واللي أنا بنفسي شاركت فيها. لنفرض إن اللي بينتشر في العالم ده فيروس خطير ومرعب زي ما أنت بتقول، وإننا أنتجنا اللقاح بتاعه، ده معناه إننا شركة ناجحة لأننا أنتجنا اللقاح وتعلمنا من كوفيد-19 وشاركنا في إنقاذ البشرية، ومعناه كمان إنك اشتركت في إنقاذ العالم من فيروس خطير. قصدك اشتركت في جريمة تصنيع فيروس مميت؟ أنا ما اسمحلكش توجه اتهامات للشركة. طيب يا سيدي أنا آسف، فهمني أنت تيجي إزاي؟ إزاي كنتوا متأكدين إن في فيروس هينتشر عشان تصرفوا الملايين دي كلها في تصنيع لقاح؟ إلا لو كنتوا متأكدين إن فلوسكوا هترجع لكم أضعاف أضعافها. أنت عارف أنتوا كده ممكن تكونوا اتسببتوا في إيه؟ مش بس في صنع إنفلونزا مهجنة بتنتشر بسرعة فلقاحكم يتباع أسرع والمكسب يبقى أكبر وتخلص الحكاية على كده. أنتوا هتبقوا السبب في انتشار فيروس مدمر عمر ما البشرية شافته ولا هتشوفه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.